الخير مشاهدينا، بدي رحب فيكم وبكل شخص انضم لنا بهيدي الحلقة. بداية بهيدي الحلقة بدي اوجه تحية من القلب لكل ام عم بتناضل، عم بتقاوم بعائلتها الصغيرة وعم بتقاوم بالمجتمع وعم تقدر هيك تعطي وقتها ببيتها وبعملها. وايضا كمان بدي اوجه تحية لارواح كل الامهات اللي غادرونا. وصدق الشاعر فعلا اللي قال: الام مدرسة اذا اعددتها اعددت شعبا طيب العراقي. وكيف اذا كانت هيدي الام هي الست منيرة اللي امضت 40 سنة بتحمل الكتب بايد بطريقة للمدرسة سيرا، وبتحمل بالايد الثانية متاعب الحياة والاسرة والبيت، كما مصاعب أمهات زمن الأزمات القاسية والعمل في ظروف متعبة. أراد ابن البار الكاتب والشاعر والمترجم سامر درويش أن يهدي كتيب 80 صفحة لروح والدته، وفيه أدب البوح والتذكر والالتفات للماضي وغوص في ذاكرة الأشياء والأماكن والتفاصيل وخوض بالعواطف وسرد سيرة ذاتية مختصرة لإله ولوالدته. اليوم بكل هيك حب وبكل فخر وكل هيك جامع العواطف مع الاشتياق مع معرفة الشخصية بسامر ومدى تعلقه بوالدته، اسمحوا لي رحب في الكاتب والشاعر والمترجم سامر درويش. أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا، شكرا لارا، شكرا على تقديمك الرائي. يعني أول شيء بدي أقول لك تحياتي لك سامر، بدي أقول لك الله يرحم روح الست منيرة اللي أنا بس هيك عم بقرا بالكتاب حسيت انه هي ما كانت بس الام اللي موجوده بالبيت، هي كانت ام للكل، كانت الصديقه اللي بتقعد مع الكل بيستمعوا لها لاخبارها، مينا وطرابلس والاخبار وتراث وتاريخ. صحيح، ست جامعه كل المواصفات. يعني الله يرحمها. تسلمي. الله يرحمها. هي الماما الحقيقه كانت يعني معلمه. نعم. ومربيه، وكان بيتنا على طريق المينا والمدرسة قريبة، يعني هي تصر انه تنزل على المدرسة ماشية. هلو. كانت تحب المشي وكانت رياضية. هلو. فنحن الوالد وصلنا بالسيارة على المدرسة وهي لا بدها تروح، كانت مشي. تحب المشي. هلو. وتحمل دفاتر تلاميذها وبس ترجع على البيت. تعرفي الام كيف بدها تهتم بواجباتها المنزلية وفينا نحن الابناء. بالضبط. فلما رحلت الماما الله يرحمها عن 89 سنة بقيت بكامل نشاطها، يعني الحمد لله. وهذا هالشي كان يعني نتيجة نشاطها ومواظبتها على المشي وعلى المجاهدة المطالعة والقراءة والجهد. كانوا يبذلوا جهد أهالينا بهيديك المنطقة بهيديك الفترة. طبعا. يعني الماما الله يرحمها بلشت بالتعليم بالخمسينات. تخرجت من دار المعلمين والمعلمات وتوظفت بالمدرسة ذاتها اللي كانت تتعلم فيها، اللي كانت تلميذة فيها، اللي هي مدرسة التهذيبية الرسمية. نعم. بزقاق الطاحون بالمينا، منطقة المينا القديمة. يعني قد ايه بيعني لها اليوم وقت كانت طالبة وثم اصبحت معلمة؟ وصاروا بعدين تلاميذها. يعني تخرجت الماما بلشت التعليم بسن مبكر، كان يعني انا عمرها 20 سنة. وبتعرفي بهيديك الايام كان يلي بيحمل مثلا بروفي كانت البروفي تساوي هلا ليسانس. صح. وحاليا صار بتساوي اكثر من ليسانس بهالانحدار اللغوي يلي نحن صرنا فيه للاسف. حتى اللغه العربيه كثير كثير عم تندثر، صارت حلت محلها لغه الشاتنج والواتساب الى اخره. فهيك بهيداك الوقت يعني قد ايه هالست العظيمه فعلا بعطائها بفهمها بتجربة اليوم الشخصيه بهيدي الحياه بالشهايد اللي حملتها بالعطاء خرجت اجيال اذا صح التعبير. صحيح. وما بس هيك، هي كانت على يعني كانت تحبنا بذات الطريقه اللي كانت تحب فيها تلاميذها، وبقيت على علاقه مستمره مع تلاميذها ومع اهالي تلاميذها. حلو. يعني ربطتها صداقه فيهم، بقيت هالصداقه لاخر ايام حياتها. 100%. يعني اخر ايام حياتها دلت على تواصل معهم وزيارات وتليفونات. فانا بالحقيقه الكتاب اللي عملته هو قسمين، قسم هو كنايه عن اوتوبيوغرافيا اللي هو السيره الذاتيه عن طفولتي انا. لان الام هي طفوله طبعاً. بالنهايه طبعا. وجزء كمان بتضمن اشعار
للوالدة، وجزء هو كناية عن شهادات حياة، حلو يعني تيمونياج. حلو يعني أنا شفت تليفون الماما آخر فترة، نعم آخر 7 أيام، مين بتصل فيها ومع مين هي حاكية. واو، تواصلت مع فرحت هالأشخاص. ايه، وبعدهم يعني بالتسعينات، حلو هني نعم بالتسعينات، ولكن شوفي صديقة الطفولة بتدوم لآخر لحظة نعم بالحياة، نعم يعني تربطها فيهم زمالة كانوا معلمين معها ومعلمات معها، واستمرت الصداقة لآخر أيام حياتهم. نعم ولما رحت وزرتهم ببيوتهم تشوفي هالذاكرة الحية اللي حلو، عندهم، يعني خبروني أشياء أخبار وذكريات، ايه مثل كأنه حلو امبارح، نعم أخبار طفولتهم. نعم يعني هالشي بالثلاثينات، طبعا. يعني أنا قد ايه الوالدة مواليد حفل؟ 33. واو نعم ايه بقى بيحكوا لك ذاكرة حية، يعني نعم ذاكرة الرفقة، الرفقة ما بتدوم. بتعرف كان دايما تقول يعني بعض الاشخاص مثل ما حضرتك ذكرت كتبوا عن الوالد. اليوم السيده المنيره مثل ما قسمته لهذا الكتاب في شهايد حيه مثل ما بيقولوا، لفتني وهذا تصديقا على كلامك. الست الوالده كانت ضلت تقول ذاك الزمن لن يتكرر، واليوم بوصفك صحيح لهالصداقه المتينه اللي صحيح، عاشت من الطفوله وما ايه زالت لن تتكرر. لن تتكرر، خاصة هني زمن زمن أهالينا، هني يعني جيلهم كان جيل لبنان الذهبي، يعني الطبقة الوسطى كانوا عايشين حياة نعم شبه طبيعية نعم شبه اعتيادية، نعم ما مثلنا هلا. نحن جيلنا هو جيل الحرب، صح جيل الحرب الأهلية اللي لغاية اليوم ما زلنا عم نعيشه بشكل غير مباشر، بالضبط. بشكل حرب إبادة اقتصادية هلا صرنا. فهي عاشت الزمن الجميل، يعني هيدا الزمن اكزاكتلي اللي مكتوب هون، وخاصة إذا بدنا هيك نعطي حق لأهل المينا العتيق ببساطتهم بعفويتهم نعم بالسكينة اللي كانوا عايشين فيها، مش نعم مثل هلأ ايه تصنع وأخبار وقصص اكزاكتلي وكتير أمور، مش بس ببلدنا كله عم ببلدنا بيصير. كله هو التسيو ديموغرافيك، النسيج الديموغرافي نعم للبلد، نعم ما بس للطرابلس وللميناء، بالضبط، كل لكل لبنان لبنان نسيجه، نسيجه للأسف. الاجتماعي صح، اختلف كليا. فهن ولكن كبار يعني ايه الله الله يرحمهم. يرحمها فعلا. بس هيك بدي منك، لانه بعرف هيدا الشيء قد ايه بيأثر فيك، بعرف الام غاليه، الام بتكون شغل يعني شغله اساسيه ومهمه بالحياه. ايه كيف اذا ست ايه منيره ايه قد ايه قريبه لك، قد ايه انت ايه كسامر اليوم بدي يروح معك للام اللي عن جد كل وقتها لاولادها ولا التعليم هلا ايضا. هو بالتأكيد الكتاب انا سميته السيدة المنيرة على نعم اسم المام، على اسم نعم الوالدة، او يعني هو صعب الواحد يحكي عن امه بدون ما يتهدر صوته طبعا بالنهاية، طبعا بس اخذ سكسي لان عملته على لمناسبه اعلان طرابلس عاصمه الثقافه حلو العربيه، حلو نعم وعملت التوقيع بحفله بالرابطه الثقافيه بجناح الشاعر عبد الله شحاده نعم يلي هو شاعر المنتدى الخضراء، ويلي هو عم يحتضن بالحقيقه الحركه الثقافيه بالشمال، وعم يقوم بدور مكمل لدور وزاره الثقافه. حلو من الاشياء اللي كثير حبيتها نعم حاقري لك هالقصيده اللي نهيت فيها تقريبا الكتاب. بقول فيها: في هناك في المكان اللامكان، حيث انت الان في مقام الكمال خارج هذا الزمان، اكاد ارى البريق ايتها النجمه المشعه من بعيد، حتى مضت الايام زبت في غبار الأكوان، هل تركضين بسلام؟ هل ستخبرين السهول عن برودة الجبال والحقول عن الجفاء والسموات السبع عن أسبوع الآلام؟ أيتها الأسطورة المهزومة المنصورة، حلو كاتمة الأسرار عالية الأسوار، أكاد ألمح وجهك من وراء الستار، يوما بعد يوم ينكفئ الحنان وأشتاق إليك أيتها الأم المشتاقة لي على الدوام. الله الله يرحمها. وأنا بهالمناسبة بدي أوجه تحية لكل أمهات اللبنانيات نعم يلي هن على حدودنا الجنوبية، نعم ويلي هن عم يعطونا دروس يومية لما عم يشهدوا من ويلات حرب يومية، طبعا ومن انهدام بيوتهم صح واسترشاد أولادهم. بدي أوجه لهم تحية، لأن عن جد الأم اللبنانية الجنوبية طبعا هي أم مكافحة حلو ومقاومة.
هلا نحن بالشمال عندنا نعم مقاومين كمان، بس نحن عندنا مقاومه ثقافيه من نوع حلو تاني، حلو لان الاصدارات يلي عم تطلع بهالكتب وهالاصدارات يلي عم طبعا تطلع طبعا هي بتصب بخانه المقاومه طبعا الثقافيه، انه هالانسان اللبناني بده يضل يكتب، بده يضل مية يبدع، بالمية بضل يعطي بده يضل يعطي صح رغم صح هالظروف طبعا الماساويه اللي عم نمر مية فيها. بالمية صح يعني حتى كل شيء منقلب، حتى الفصول، حتى الطقس. كل شيء يعني تغير نحن كل شيء بنيسان تغير بننام صح بتموز بنفيق مية بالمية بتشرين، فعلا ابدا. فعلا كله يعني كل تغير شيء صار منقلب حوالينا مختلف متقلب بشكل رهيب، كل متقلب يوم بيوم ومنا بالضبط عارفين لوين بدنا رايحين، نضلنا عم نناضل وعلى لنكمل اعصابنا. يعني بتتذكري اخر مره جينا المقابلة التقينا هون كنا بال 2022 بتذكر، نعم وخبرتك كان في كورونا بوقتها، صح قلت لك انه جيت من طرابلس لبيروت، ما مية اخذت معي ساعه ولا و10 شيء دقائق، ما في ما حدا في على حدا على الطريق. الطرقات هالمره الحمد لله الحمد لله اخذت ساعتين. شفت ما هو دايما في عنا مشكلة بس الحمد لله على ايه الاتصال ولا ايه يكون في ايه قصص اكيد، وتضلها هيك ايه عامرة الحركة بلدنا. بركة بالنهاية شكرا اكيد. لك على التحية اللي من القلب لسيدات الجنوب المناضلات فعلا مثل ما حضرتك ذكرت ولكل سيدة بلبنان عطت ومثل السيدة المنيرة الجميلة اللي حبيناها بقلمك سامر حبيتها بقلم الأشخاص اللي كتبوا عنا أكثر وأكثر قديش عن جد إنسانة صادقة إنسانة معلمة بكل معنى الكلمة شو بيحملوا المعلم من صفات اي بعدين كانت هي الله يرحمها كانت قريبه، يعني انسانه قريبه، قريبة للناس كلها تعلمنا نحب غيرنا صح حتى اللي ما كنا نحبه. حلو هيدي حلو شغله كتير تعلمتها طبعا منها، تعلمنا صح نحب حتى اللي ما بيحبنا. وكانت تشوف حالها فينا نعم بس ما بالضبط تخلينا نشوف حالنا. واو شو حلو شو حلو يعني هيدي كلمة رائعة جدا لازم عن جد تدرس شوف حالها فيكم بس ما تخليكم تشوفوا حالكم شو حلو هي حاملة أصلا صفات كتير حلوة وجميلة والحلو إنه في كتير أشخاص قالوا بالكتاب إنه كانوا يقعدوا معها لشقين منه يستمتعوا بحديثها وثقافتها أكيد ويستمتعوا بهالذكريات الحلوة والتراث اللي حملته والثقافة وخليني أقول القيم اللي عندها إياها ايه هلا هو لان ثاقبت انه بالاحداث، نعم يعني بالسبعينات والثمانينات كان في تعاضد اجتماعي، يعني كان في زيارات متبادله، كان في طمانينه، حلو كان في عيش مشترك بين الجيران بين الطوائف بين الى اخره. تمام هلا الواتسابات وسائل التواصل بعدت الناس قضت على كل شيء، صح قضت على صح العلاقات الانسانيه مية كليا. والاجتماعية يعني حتى شفت في كتير حدا واصف وقت كان ينصف السيارة تجي والدتك مع الوالد ويطلعوا يشربوا هالفنجان القهوة ويقعدوا اشتقنا نشوف أو نسمع حدا عم يحكي عن هالعلاقات الاجتماعية اي الجميلة اكيد اللي اكيد. كانت وكمان هلا فعلا اللي كمان ساهم بهالامور هيدي انه نعم الوالد كمان بحق التربيه، وكان رئيس المنطقه حلو التربويه بالشمال نعم تقريبا 15 سنه، وقبلها كان مدير مدرسه، ولاحقا سميت مدرسه على اسمه حلو عدنان درويش بالمينا، نعم مدرسه عدنان درويش. وكمان تم منحه وسام الاسمى الاعلى نعم بوزاره التربيه حلو حلو عند تأبينه اكراما له. فاثنيناتهم الوالد والوالدة كانوا يعني بيكملوا بعضهم، طبعا طبعا ونحن تحية يعني تحية لروحهم واللي خلف ما مات انتم تسلم مستمرين على هذا الخط مستمرين، سامر لأن نشأنا صح بترعرعنا ببيت تربوي 100% تربوي. حلو معنا صور هيك لحتى استغل وجودك معنا انا بعتقد على هيك موضوع بين ايدي بدي ساعات لاقدر اعطيه حقه واعطي حق لهالست اللي ربت شباب غير شكل خلينا نشوف هيدي الصور من التوقيع وهون مثل ما قلت اعلان طرابلس عاصمه الثقافه العربيه ومواكبه وزير الثقافه شخصيا لهذا الحدث كمان هون شو بدنا بالقلب مع اختي خبرنا نعم الدكتوره زهيده وجهلها تحيه درويش، كبيره اكيد كانت الامينه السابقه لمنظمه اليونسكو، مع يونسكو نعم الدكتور جان جابور كان مدير كليه الاداب حلو نعم الصهري. اها تحية لإلهم نعم رح نشوف الصور نحن وعم نحكي معك سامر لتخبرني أكثر كمان على مشاركتك يعني غير بدي أشوف الصور التوقيع الكتاب والحضور كمان مشاركتك بمعرض الكتاب السنوي الـ50 بالرابطة الثقافية أيضا نعم نعم كان لي خلينا نتابع الشرف الصور الحقيقة مثل ما خبرتك بدعوة من السيدة ميراي شحاده، حلو هي المشجعة كانت على للحركة لإنماء الحركة الثقافية. ومن جملة المهنئين نعم كان سعادة معالي الوزير فيصل كرامي نعم يلي إله كمان إله بالفعل أيادي بيضاء على الحركة الثقافية بالشمال حلو خاصة بمدينة طرابلس، وجهله ومن تحية خلال كبيرة أكيد أكيد نعم من خلال دعمه وتأسيسه ورعايته لأهم جامعات بالشمال اللي هي جامعة طرابلس. طبعا
طبعا. سيتي يونيفرسيتي، وهون كمان مع السيدة سلام الجسر الو كمان شرفتني نعم. بحضورها الكريم. فيعني اجا نخب حلو حضروا توقيع الكتاب من اساتذه الجامعات ومن اصدقاء الوالده ومن تلاميذها. شو حلو، الحقيقه كان شيء عن جد مؤثر. كان تكريم بكل معنى الكلمة فعلا لعطاء هذه السيدة، يعني بطول مسيرتها بالتعليم ليكي هلا، هو الحقيقه التكريم هو يعني هو البر بالوالدين، نعم لان في حديث شريف او كمان بالقران الكريم طبعا. بسوره الاسراء: وأوصينا الإنسان بوالديه وأوصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن وفصاله في سنتين، نعم أن اشكر لي ولوالديك نعم وإلي المصير. فعلا يعني الله سبحانه وتعالى حط الوالدين بمنزلته، طبعا إنه لازم نشكر الوالدين أكيد حتى بعد رحيلهم. في طبعا حديث شريف بيقول: إذا مات المرء ينقطع ذكره من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، وابن يدعو له. طبعا مية فإلا بالمية مني كل دعاء، مني أكيد ومن إخواتي ومن أكيد. محبينا يعني. الحمد لله، يعني مثل ما بيقولوا بهيدا العمل لسامر وبمسيرتك، ويعني قربكم من والدتكم اليوم راضين، راضين ربنا بالكلام اللي عم تحكي حضرتك، إن وراضينا شاء كمان الله شخصيا إن يعني شاء الله، لأن بحياتها، ومن بعد ما غادرت اكيد هي عم بتشوفكم. إن شاء الله، لأن بتعرفي لارا، فقد الأم شيء كتير صعب، طبعا شيء كتير صعب فعلا مهما بأي مرحلة من بأي مرحلة عمر من العمر. العمر صح بأي مرحلة يعني فقد الأم بتحسي، يعني الله يخلي لك أمك ويطول لك بعمرها، شكرا شكرا تحسي جزء منك طبعا انسلخ عنك طبعا وما بقى في شيء مثل ما كان مية قبل، بالمية كل شيء تغير. طبعا سبحان الله، يعني بتلاقي فيها هيك هي الأمان، أمان الأمان طبعا هي طبعا عنوان الحنان بالضبط والأمان وكل شيء. الأم بالضبط هي كل شيء. رشيد كرامي الله يرحمه وقت توفت أمه كان بمجلس الوزراء، كان منعقد مجلس الوزراء برئاسة أمين جميل. نعم فوصل خبر وفاة أمه، كانت سنة 1984. كيف بدهم يوصلوا له الخبر؟ ما بقى حدا يسترجي يقول له، ما هو بالمجلس جوا، نعم ولا في تليفونات ولا في واتسابات ولا في شيء. بيوصل الخبر لفخامة الرئيس أمين نعم جميل، بيقوم بيواشو شو دولة الرئيس: بدي أعزيك، توفيت أمك. بكفي جلسة المجلس، نعم بيوقع المراسيم، هو طالع بيهجموا عليه الصحفيين، نعم بدهم يعزوه، بيقول لهم: موت أم، موت أم، حياة أمة. واو يعني الله الله يرحمه كمان الله يرحمه رشيد كرامي طبعا كان له دور بارز بالحياة اللبنانية الوطنية، نعم واغتيل واستشهد من أجل وحدة لبنان. وهلا 100% هلا كمان وحتى هل ذكرى، هلا بالضبط 37 هلا بالضبط. بيطلع وهيدي الكلمة زيران. يعني لها معاني كتير ولها رسائل كتير، وعن جد الله يرحم كل الأمهات، يعني خاصة ذكرت رشيد، يعني هيك كمان علاقته بعائلتكم كمان ذاكر بآخر الكتاب عن أكيد الموضوع وهالعلاقة أكيد نحن وقديش بتربطنا، كانت أكيد علاقة متينة وصداقة. وصداقة مستديمة، وكمان كنا جيران. يعني نعم نحن بيتنا كان يفصل عن بيت رشيد كرامي الله يرحمه مسافة 500 متر يعني، وكان كان يحبنا نحن طبعا كعائلة فردا فردا، طبعا ويشعرنا أنه هو بالفعل عضو أسرة، عضو من أسرتنا. من أسرتكم فأنا بالحقيقة هلأ مية بالمية بصدد تحضير إعداد لكتاب. كتاب اسمه حيكون عنوانه رشيد نعم كرامي في بيتنا. حلو حأتناول رشيد من ناحية الإنسان المجتمعي، طبعا مش حأتطرق لا للسياسة ولا للاغتيال ولا لشيء. نعم حأتطرق لحبه لمدينته وحبه للفرد الطرابلسي حلو أو اللبناني، الإنسان ككل العادي اللبناني. بشكل عام قديه كان هو يحبهم وقديه كانوا هن يبادلوه المحبة. طبعا طبعا وعم زور كمان ناس شخص كانوا مجايلين وقسيهم حلو على قيد نعم الحياة، وعم يخبروني قصص مذهلة. شو حلو شو حلو. نحن بانتظار لكم هيدا مثلا الكتاب حخبرك قصة سامي، صغيرة. بعد معي دقيقة بدي أعطي حق لكتبك، بس طبعا اوكي قلنا لا بس طبعا أكيد. شغلة صغيرة تفضل بتدل على الحس الوطني الرفيع نعم يلي كان يتمتعوا فيه ما بس نعم رشيد كرامي، كل السياسيين تبعون هيديك المرحلة. كان في احدى الهجمات الاسرائيليه نعم على الجنوب، على صيدا، على سكنه صيدا، بتأذى بينجرح جندي بالجيش اللبناني.
فبيصر انه يريح هو، يروح هو رئيس حكومه بيصر يفوت لعند هالجريح ويستفقده. قال له انت من وين؟ قال له من الجنوب. قال له شو اسمك؟ قال له كذا. قال له نعم من وين؟ من الجنوب. هلا في ضيعه من الجنوب اسمها عزه. نعم قال له من عزه؟ قال له الله يعزك. وباسه من راسه. واو. هيدا الجندي ما حينساها بحياته. طبعا طبعا، يعني شوفي يعني قديش هالتواضع التواضع وهالشخصية والحس، الحلوة. الحس احنا الرفيع، بانتظار حس هيدا الكتاب، الرفيع. حس الرفيع. ايه انا بدي اشكرك سامر، بدي هيك اذكر بالختام، يعني ما ضل معي كتير وقت، بس بدي اقول انه اليوم حضرتك من الاشخاص اللي ترجموا للاسباني بالكتب، كان له كتير وجود بالمكتبة اللبنانية والعربية والعالمية، خليني اقول، نافذة في جدار، كل شيء قبل الليل، مذكرات منفل، وامور كثيره. يعني يمكن ان شاء الله بحلقات نقدر نحكي اكثر عن اعمالك ايه وشغلك اكيد. سامر. هلا انا ترجمت من نعم الاسبانيولي للعربي نعم 4 كتب ساهموا باعطاء فكره عن الادب الناطق باللغه الاسبانيه، اسبانيا طبعا. لان انا فتره ما درست اللغه الاسبانيه بمدريد نعم قبل ما ارجع على لبنان والتحق بكليه الحقوق وبعدين توظفت بالبنك. بالبنك. أنا بدي أشكرك فعلا، انا بدي بدي أشكرك اشكرك، ميرسي لحضورك، بدي كثير، أشكرك لألم الله ألمك، الله يرحم الوالدة، تعيشي. وكتاب هيك السيدة المنيرة بكبر القلب، لأنه في كثير من العاطفة، في كثير من المواصفات للسيدة اللبنانية المثقفة والمتعلمة، البيت مفتوح للجميع. أنا بدي أشكرك، وأهلا وسهلا فيك معنا الكاتب والشاعر والمترجم سامر درويش، أهلا وسهلا فيك معنا. مشاهدينا لكم بدي أشكركم لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.